اليوم كذلك نحن مستمرون في هذا الحراك ب 4 أيام إضراب، واليوم عندنا وقفة أمام المديرية، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. هذا الشيء كيجي في إطار طبعا نحن لقد استدعتنا الحكومة للحوار وجلسنا مع الحكومة وقدمت عرضا. طبعا هذا العرض يمكن قبوله، ولكن بعد تدقيق بعض الاشياء اللي هي داخله في هذا. اذا نحن لا نرفض الحوار، نحن مع الحوار، ولكن بتدقيق بعض المعطيات. اللي بان انه من غلق الحوار هي وزاره التربيه الوطنيه، هي التي اغلقت الحوار على اعتبار اننا قررنا الاضراب. وحنا راه في الحقيقه هذا كانت رسالة للحكومة أننا مستمرون، ولكن بتدقيق. فنفاجأ بإغلاق باب الحوار من طرف وزير التربية الوطنية السيد شكيب بن موسى. لكن نرى الآن أن طبعا الحكومة لا زالت في تصريح لرئيس الحكومة أمام المستشارين كيقول أن الحوار لم يغلق وأن اليد ما زالت موجودة، ونحن كذلك لازلنا منفتحون على هذا الحوار. ولكن هذه الحركة الاحتجاجية لا زالت مستمرة، ولكن مع الجلوس والتدقيق والخروج بمحضار مشترك يلبي المطالب ديال الحراك التعليمي أو ديال نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، مزاولين ومتقاعدين. وشكرا. طبعا اليوم جينا تلبية لنداء التنسيق الوطني لقطاع التعليم بكل من المديريات تطوان، مضيق فنيدق، الشاون، وزان، والفحص أنجرة. طبعا الاستمرارية ديال النضال ديال الأساتذة وأطر الدعم جات لأنهم رافضين النتائج ديال الحوارات المغشوشة لحدود الساعة. بالرغم من هاد الحوارات كاملين ما كاين حتى شي جواب، ما كاين حتى شي حل للملف المطلبي اللي رفعوا التنسيق الوطني منذ بداية هذه المعركة، والذي تجلى بالأساس في سحب النظام الأساسي، زيادة في الأجور تكون مقنعة، كذلك إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم مفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، والعديد من المطالب الأخرى التي تخص باقي الملفات الفئوية. اليوم ما تمش الحل ديال حتى شي ملف من هذه الملفات كاملة باستثناء ديك الزياده الهزيله في الاجور. لم يتم التعاطي بجديه ومسؤوليه مع مطالب نساء ورجال التعليم. لا ادري الوزاره كتسمح في المعنيين بالامر في الشوارع وتحاور نقابات اللي لا علاقه لها بالحراك التعليمي، وهذا زعما محاوله منها للمناوره باش ناجلوا الحلول، وكذلك هي محاوله منها لتعجيج الاوضاع وهدر ديال الزمن المدرسي للتلميذ، التي تحاول في الاعلام انها تبين بان الاستاذ اللي مسؤول عليه، بل الوزاره هي اللي مسؤوله عليه. كذلك كاطار دعم اجتماعي جئت هنا اليوم للنداء من اجل مجموعه من المطالب التي تخص هذه الفئه، بالاضافه لساعات العمل، تحديد مسار مهني واضح، كذلك الحق في حركه انتقاليه مكشوفه، والعديد من المطالب الاخرى. وتهيئ نضالي اليوم نحن في شكل احتجاجي استمرارا في الأشكال النضالية التي خاضها التنسيق الوطني لقطاع التعليم منذ 5 أكتوبر، المدة احنا دخلنا في الشهر الثالث دون حلول. بالفعل تلقات التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن طريق الجامعة الوطنية للتعليم الدعوة للحوار يوم الخميس 14 دجنبر. جلسنا في هذا الحوار كتنسيق وطني بحضور تنسيقيات المناضلة في الميدان. استمعت الوزارة أو لنقولوا اللجنة الوزارية للمطالب ديال النساء ورجال التعليم، ولكن
يوم الجمعة كان عندنا وعد على أساس السماع ديال الأجوبة ديال اللجنة الوزارية، ولكن الوزارة تراجعت، قالت لن تقبل دخول التنسيقيات، لذلك رفضت الجامعة الوطنية للتعليم أن تحضر. كيف للوزارة أن تقبل اليوم الأول حضور التنسيقيات واليوم الثاني لا؟ كانت دعوة مجددة يوم السبت، ذهب الوفد المفاوض، استمع إلى العرض الحكومي، قلنا بأن هذاك العرض لا يرقى المتطلبات ديال الشغيلة التعليمية، ولكن يحتاج إلى تدقيقا، يعني يحتاج أن يكون فيه تدقيق. لنتفاجأ يوم الأحد أن الوزير اتصل بنائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم وأخبره أن باب الحوار أصبح مغلقا. إذا الوزارة أغلقت باب الحوار. لنتفاجأ هذ اليومين الماضيين أن رئيس الحكومة في المجلس ديال المستشارين يقول أن باب الحوار لا زال مفتوحا، وهذا تناقض صارخ. واش نسمعوا الرئيس الحكومة الذي يقول باب الحوار مفتوح، أو لا الوزير ديال التربية الوطنية السي شاكيب بن موسى الذي يقول أن باب الحوار مغلق؟ الشغيلة التعليمية لا زالت مستمرة تضرب من أجل تحقيق مطالبها. راه نضرب، الرأي العام خصو يعرف ها علاش تنضربوا. نضرب من أجل السحب ديال النظام الأساسي التراجعي كنظام خارج الوظيفة العمومية. راه لا يعقل أن كاين نقابات تتحاور أكثر من 100 جلسة والأساتذة لا زالوا يحتجون. يعني راه هاد الناس لا يمثلون الصوت ديال الشغيلة التعليمية. تحية لكم. إذا الوقفة اليوم كتجي في إطار البرنامج النضالي اللي تم الإعلان عليه هذا الأسبوع من بعد الأحداث اللي كنعتقد على أن الجميع تبعها، هي أن الوزارة التربية الوطنية أغلقت باب الحوار مع مكونة التنسيق الوطني ومع الجامعة الوطنية للتعليم، ثم مما اضطرنا على أنه كملوا البرنامج ديالنا احتجاجا على الإغلاق ديال أبواب الحوار هذا الأسبوع معنا كتنسيق وطني للتعليم. طبعا عدم الاستجابة للمطالب ديال التنسيق الوطني للتعليم، على رأسها السحب ديال النظام الأساسي، ثم الإدماج ديال كل الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد. طبيعة الحال حنا كإطار شبيبي للجامعة في إطار على أنه يتم تسليط الضوء على القضايا اللي كتهم الشباب والتراجعات اللي جاب النظام الأساسي واللي كتمس الشباب والشابات بشكل مباشر، أولها هو التوظيف، تسقيف السن ديال التوظيف ديال 30 سنة، ثم المسألة ديال التعاقد، ثم المسألة ديال التشغيل اللي واحد العدد ديال الشباب والشابات حاملي وحاملات الشواهد هم محرومين اليوم من التشغيل إما بمبرر السن إما بمبررات وعراقيل متعددة. وحنا اليوم في هاد الوقفة هذه بالنسبة لنا نحتج على هاد الإقصاء. وتحية. السلام عليكم. تحية نضالية لكافة الأساتذة والأستاذات أولياء الأمور الواعين طبعا بالقضية ديالنا، القضية العادلة والمشروعة في سبيل تحقيق مطالب الأساتذة والأستاذات. هذه المطالب اللي هي مشروعة طبعا احنا كنرفضوا أي حوارات اللي هي ماراثونية، حوارات اللي هي مغشوشة اللي الهدف ديالها هو إفشال هذه المعركة الأساتذة، هذه المعركة اللي هي معركة الكرامة. طبعا رفضا مخطط التعاقد، المخطط التخريبي للمدرسة والوظيفة العمومية. وثاني حاجة يعني النظام الأساسي، النظام المشحف كما سميناه النظام المآسي، ومزيدا من الصمود في سبيل تحقيق العدالة وتحقيق المطالب المشروعة والحقوق للأساتذة والتلاميذ والشعب المقهور. تحية نضالية.